كل أسبوع في عنا مبادرة مختلفة. اليوم في عنا بمحافظة جرش بالتعاون مع الشرطة المجتمعية ومجموعة من مبادرات محافظة جرش كرنفال الشتاء التنموي متعدد المنافع. بلشت الفعالية بندوة حوارية تحدثت عن ضرورة خلق الشراكات بين الأفرقة التطوعية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وأيضا بازار خيري من سيدات وأطفال وكبار محافظة جرش بيعملوا أشياء يدوية، إضافة لنشاط راح يكون تحت مسمى قادرون باختلافنا، موجود فيه مجموعة طلاب من فاقدي السند الأسري وأيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي ختام هذا اليوم راح نزور مركز إصلاح وتأهيل جرش بحيث أن المتطوعين ينخرطوا مع هاي الفئات ويكون في كسر للفجوة بين الأنا ونحن. كان الدور كرعاية للاحتفال والحديث باسم المبادرات الشبابية في المحافظة، يعني احنا بنتقدم بالشكر لمبادرة نهضة شباب وفريق العطاء التنفيذي على تنظيم مثل هاي الفعاليات اللي شملت على البازار الخيري وكرنفال للأطفال، وأيضا شملت على زيارة إلى مركز الرعاية والتأهيل واطلعنا على منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من أعمال يدوية وبرضو إلى منتجات السيدات.